الدورة الخريفية ديال المهرجان الثقافي عطا واحد الدفعة للسياحة شوية واستفدنا منه صراحة. جا فهاد لابيغيوغ مزيون ومزيان ملي قسموه جوج دورات يدفع واحد الدفعة شوية للمدينة، وصراحة كيعجبنا المهرجان صراحة شي حاجة ممتازة. المهرجان يعني تحت الرعاية السامية صاحب جلالة عطا واحد الدفعة مدينة دفعة كبيرة مدينة الأصيلة، وصراحة الناس خدموا هذا المهرجان، الناس خدمت راه الثورة دابا 43، الثورة هذه 43 راه المهرجان يعني رجع إرث من واحد من مدينة الأصيلة، يعني أصيلة بلا مهرجان راه بحال اللي والو. معروفة على الصعيد يعني العالم كامل كيجي ليها، كتكون فيها مهرجانات ترفيهية كيفوجوا فيها الناس، كاين فيها يعني كاين ما يتشاف فيها، ومدينة ديال كنقولوا حنا الكرم الهدوء اللي بغى يجي الأصيلة. في الصيفية كيكون رواج اقتصادي، وبالنسبة للشتوى كيكون تقريبا غير الناس ديالها هما اللي كيكونوا، اللي كيهبطوا الناس ديال طنجة، الناس عاوتاني ديال العرايش كيكون شوية ديال الرواج. الأصيلة راه في الصيف كتكون مروجة، في الشتاء ما كتكون ناعسة مرة، فهمتي؟ يعني ماشي شي حاجة كثيرة عندنا هنا في الأصيلة، الأصيلة صغيرة. وما كنشوفوا حتى شي حاجه منا في هذه الساعه هذه، يعني الا ما جاوش الناس الداخليه وعمروا علينا وروجونا راه ما كاين حتى شي حاجه. الكذاب يقول لك اصيله راه فيها شي حاجه، راه ما كاين حتى شي حاجه، لا خدمه لا حتى شي حاجه، ما عندهم حتى شي حاجه هنايا اللي هي فيها المستوى. موسم اصيله ما كاين حتى شي مشكل اللي يخفف من الناس، يعني الناس كتكون في وسط الدار ديالها كضرب تماره كتجيب رزيق طرف الخبز من ولادها، الا ما خدمتش راه ما كاين حتى شي واحد اللي يديها فيها. يعني في الصيفيه ولا في الشتاء راه بحال ماشي. الحاجه الوحيده اللي كتكون الفرق بيناتها هي ان في الصيفيه كيكون الكثره ديال الناس، يعني كيكون واحد الراول. اما اصيله راه في الشتاء ولا في الصيف بحال اصيله معروفه بالناس ديالها متماسكين مع بعضياتهم بالامن ديالنا، حنا عزاز عند بعضياتنا كاملين، وكنقاسموا الطريف ديال الخبز مع بعضياتنا ومدخمين، يعني كلشي بخير. واخا ما عندناش مصانع وما عندناش مآثر كثيره وهذاك الشيء، المهم عايشين مزيان. كاين سي محمد بن عيسى فهمتي الله يجازيه على خير، دخل في 78 ولا شي مجلس بلدي، وهو اللي عمل هذا الشيء هذا كامل. اللي هذاك عندنا مهرجان، عندنا موسم، عندنا عده حاجات كتوقع في اصيله، فهمت؟ انا ما عنديش هذا الاتجاه هذا، والحق اصيله فيها عده حاجات، خصوصا اصيله فيها الناس فنانه وعباقره، فهمت؟ واللي هذا الناس اصلا هذا مع هذا، المهم الا بغيتو تعرفونا كيفاش كنعيشوا، حنا كنعرفوا بعضياتنا كاملين، بحال الاخ كنعرفو هو كيعرفني انا كنعرف، المهم حنا عايشين بحال واحد العائله. كنستافدوا معاهم، اللي كيجي يكري واللي كيجي يعمل شي حاجه راه كيعاوتاني هو هذاك بنادم كيستافدوا الكراي وكيتستافدوا الناس كاملين، كتستافد مع الناس اللي كيدخلوا البراني هما اللي كنستافدوا منهم. البيع والشرايه وكلشي كيتستافد في هذه الصيفيه، كلشي كيتستافد في هذه الصيفيه. الا ما كانت هي الصيفيه راه شويه كيكون بنادم مقصح. هي مشهوره زايله، راه مشهوره كلشي كيعرفها، كاين شي اللي ما كيعرفهاش هنا في زايله، كلشي كيعرفها نقيه من الحق ولله، فيها النظافه فيها كلشي مزيون، عا الخدمه اللي ما كايناش. نقول لك الصراحه انا الخدمه اللي ما كايناش.